Thank you.
الكنيسة في المهجر بتقوم بدور كبير جدا في انها بتضم الرعاية من شعبها القبطي اللي في الهجرة، وبتربطهم بالكنيسة بأمهم الكنيسة، وتسلمهم الإيمان الأرثوذكسي السليم، وتعلمهم مبادئ الحياة المسيحية، وتحميهم من الانصهار والذوبان في المجتمعات الغربية السريعة المتطورة، وتجعل منهم مواطنين صالحين أقوياء إيمانهم بيسندهم في حياتهم وفي الغربة. وكمان بتهتم بالجيل الثاني، بنحافظ على الجيل الثاني ونهتم بيه ونسلمه روح الإيمان المسيحي السليم عشان يبقوا يعني جنود مسيحيين
يحافظوا على تراث الكنيسة المسيحية في العالم. ولا شك طبعا من ناحية تانية الكنيسة ليها دور اجتماعي، انها بتربط الناس ببعضها وتحسسهم بالألفة وبالمحبة بينهم وبين بعض، وليها ايضا دور علمي ودور ثقافي، نهتم بالأنشطة العلمية والثقافية للجيل التاني في نفس الوقت. والنهاردة احتفلنا هنا في الكنيسة بالعيد الكنيسة اللي هو تذكار تأسيس هذا المكان، والشعب اتجمع كله، وكانت مناسبة طيبة جدا ان تبقى في مشاركة من كنائس اخرى حضرت معانا هذا الاحتفال، وحضرت مجموعة كبيرة من شبابنا ومن اولادنا، وفريق الكورال قدم عرض طيب جدا، وكان يوم ممتع وجميل. كل عام وانتم طيبين، شكرا جزيلا. النهاردة يوم مفرح ومبهج جدا، النهاردة احتفلنا بعيد الكنيسة 21، وبرضو تاني يوم من أيام أعياد الصليب، النهاردة اليوم الثاني، فطبعا احتفلنا بالصليب رمز الخلاص والفداء، والكنيسة هي سفينة النجاة، فكان النهاردة احتفال رائع جدا جدا، ووجود سيدنا فرحنا وباركنا وبيرشدنا، ودايما موجود معنا سيدنا في كل مناسباتنا وفي كل أحوالنا، ربنا يديله طول العمر ويديه الصحة ويبارك لنا فيه، محبته كبيرة جدا للكنيسة ولينا. وشكرا برضو لقناة سي تي في المغطية الأحداث دايما، ربنا يبارك الخدام ويبارك في حياتكم، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. النهاردة في كنيستنا بالعيد 21 من كنيسة ديميانا العظيمة وماري جرجس، يوم مفرح وجميل بصراحة. العيد النهاردة عيدين مع بعض، العيد الأولاني هو عيد كنيستنا، والعيد الثاني هو تاني يوم في عيد الصليب. كان يوم مفرح بوجود سيدنا، وجود الناس الجميلة اللي حضروا وباركونا في اليوم دوت. أنا بالنسبة لي النهاردة يوم مختلف شوية، لأن ده أول عيد ليا في الكنيسة، هو حاجة مفرحاني خالص أنا موجود وفرحان مع الشعب. بركة دميانة وبركة مرجيجس تكون معانا وتخلي كل أيامنا عيد. أمين صراحة. وكان يوم جميل جدا جدا جدا، وجالنا ضيوف كتير من كل الكنائس بتاعت الأبرشية بتاعتنا، وكمان زرنا الأنبارساني الأسقف بتاعنا الجليل الجميل اللي بيحبنا وبنحبه كلنا. النهاردة كنا فرحانين جدا باليوم، النهاردة عيد كنيستنا 21، وفي البداية بشكر ربنا كتير جدا على محبته لينا، وبشكر سيدنا أنبا أرساني لأن هو بصراحة ليه الفضل الكبير في أن يكون لنا كنيسة جميلة زي الكنيسة بتاعتنا اللي احنا فيها هنا، كنيسة ماري جرجس وقديسة ديميانا. وحقيقي سيدنا يعني عمل معنا كتير قوي قوي، وطول حياته بيتعب معنا هنا، والحمد لله نشكر ربنا ان ربنا في الاخر بيكلل تعبه بحاجات جميله قوي. وسط فرحه الشعب بالعيد 21 لكنيستهم كنيسه ماري جرجس وقديسه ديميانا اوتريخت هولندا، كان معكم نشوى نسيم نبض الكرازه.